بالعودة إلى الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي العراقي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد القادر. هناك اتهامات لعادل عبد المهدي بالسير بنفس طريقة وبرنامج سلفه العبادي، كيف تعلق على ذلك؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن عادل عبد المهدي أصبحت ممارساته الحكومية هي ذات النهج الذي سار عليه حيدر العبادي، وبالتالي هذا يؤكد حقيقة أن هناك من يسير العملية السياسية والحكومات المتعاقبة بنفس الرؤية، وهذا يتضح أن هؤلاء ليسوا إلا مجرد موظفين ينفذون الأوامر والتوجهات التي ترسم لهم. لذلك حقيقة الهيمنة الإيرانية واضحة تماما على منهج وطرق سير هذه الحكومة، وعادل عبد المهدي لن يخرج من هذا المسار. وهناك خطورة حقيقية كبيرة يسعى إليها عادل عبد المهدي، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عقليته الطائفية منذ حقيقة نشأته إلى يومنا هذا، تؤكد على أنه يسير بالعراق نحو الهاوية، لأنه لا يعلم أين يريد وماذا يريد، وبالتالي ليس هناك استقلال لرأيه، ولا يمكن له أن يستشير أحدا من أجل أن يقفل النجاح. المهم أن هناك من يسير هذه الحكومة التي تتبع مصالح دول منها إيران. لذلك حقيقة غياب المصلحة العراقية في القرارات الحكومية وفي سير الحكومة يؤكد على أننا نسير نحو الهاوية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الديون التي تتصاعد على العراق من البنك الدولي من صندوق النقد الدولي. أستاذ عبد القادر، ما أسباب مغادرة الخبراء الأمميين الذين حققوا لكشف الفساد في مؤسسات الدولة؟ هل هي مغادرة إلى غير رجعة؟ هؤلاء تيقنوا تماما أن الفساد لا يمكن لهذه الحكومات ولا للأطراف السياسية أن تحاربه، ولا يمكن أن تنفذ القرارات ذات الصلة التي من خلالها يتم التوافق على محاربة الفساد، لأن الحكومة ترعى الفاسدين بطريقة واضحة. وقد رأى هؤلاء الخبراء الإجراءات التي ساند العالم فيها العراق من أجل القبض في مطارات دولية على مجرمين، كيف تم إخراجهم وتمويع قضية الفساد، سيما أن الملفات الموجودة حاليا هناك 12 ألف ملف فساد مكتمل الأركان بملايين الدولارات داخل هيئة النزاهة، وكامل حقيقة حتى الأطر الحكمية في هذه القضايا لم يتم تحريكها بالمطلق، وبالتالي لا زال العراق يشكل لجان لمكافحة الفساد، لجان وهمية يراد من خلالها حقيقة تمييع القضية. لذلك وصلوا إلى طريق مسدود فغادروا العراق، لأنه لا يوجد هناك شريك داخل العراق من الأطراف الحكومية أو من هيئاتها أن يكون مع الخبراء الدوليين لمكافحة الفساد وللتقليل منه ولاسترداد الأموال المسروقة، لأن الأعمال وهمية كبيرة. بقدر الحكومة دائما تنفي ما يشاع عنها وتؤكد أنها ماضية في برنامجها رغم كل ذلك. يعني العديد من الكتل السياسية انتقلت إلى صفوف ما سمت نفسها المعارضة السياسية لعبد المهدي، ما مدى جدوى هذا التحول من وجهة نظرك؟ هذا التحول لا قيمة له سياسيا، لأن هؤلاء هم يصرحون أنهم سيكونون ضمن المحاصصات التي تعرض لمناصب الوكلاء والوزراء والمدراء العاميون في الوزارات، وبالتالي هم يحتفظون بالوزارات التي منحوا إياها على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية، ولذلك هم ليسوا معارضة، إنما هم يريدون استغلال هذه القضية من أجل الضغط على وابتزاز الحكومة أكثر، وبالتالي هو تسويق للانتخابات القادمة لمجالة المحافظات وغيرها، وللبقاء أكثر من داخل الشارع على أنه الفشل لا يتم أيضا توجيه لهذه الأحزاب. هي عملية ضر الرماد في العيون من أجل أن يقال للشعب العراقي أن هؤلاء ليسوا أصحاب مناصب، لكن العكس واقع والشعب العراقي واعي لهؤلاء تماما، فهم يؤسسون كل أركان الفساد وكل أركان المناصب يأخذونها ويتوازعونها فيما بينهم لا على أساس الكفاءات إنما على أساس النظرة الحزبية. لذلك لا قيمة لمعارضتهم بالمطلق. هناك مطالبات شعبية بالإصلاح وهناك وعود حكومية بالإصلاح، يعني منذ عهد المالكي ثم العبادي والآن عبد المهدي، هذه الوعود بالإصلاح إلى أي مدى يمكن أن تستمر؟ هذه الوعود وصلت إلى طريق مسدود، والشعب العراقي أصبح يعلم أن ليس بمقدور هكذا حكومات أن تلبي وعود الإصلاح، لأنها جزء من المشكلة، ولأن عملية الفساد هي التي شرعنت له هذه الحكومات والكتل السياسية، فليس بالفاسد أن يستطيع أن يصلح،
وهذه الحقيقة الواقعية التي وصل إليها الشعب العراقي بوعي كامل، يؤكد على أنهم لا يمكن أن يعولوا على إصلاح من قبل حكومة أو أحزاب هي التي شرعت الفساد والتي مارست الفساد وهي التي سرقت أموال الشعب العراقي وهي التي أوصلت العراق إلى الانحدار على جميع المستويات. لذلك هذه الوعود مجرد تسويف إعلامي وتسويق لهم، وهم يكذبون حتى على أنفسهم ويعلمون أنهم يكذبون على أنفسهم، لكنهم حقيقة يسارعون ويصرون على هذه القضية من أجل البقاء في مناصبهم وسرقة أكثر عدد ممكن من المال العراقي. لا يهمهم أن يكون هناك أي نهضة عراقية. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.